الليل فصليا ركعتين كتبا ليلتين من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي أربعا قبل الظهر ثم يخرج فيصلي ثم يرجع فيصلي ركعتين ثم يخرج إلى المغرب ثم يرجع فيصلي ركعتين ثم يخرج إلى العشاء ثم يرجع فيصلي ركعتين ثم يصلي من الليل تسعة. قال قلت قاعدا أو قائما؟ قالت كان يصلي ليلا طويلا قاعدا وليلا طويلا قائما. قال قلت فإذا قرأ قائما؟ قالت